حملت مرأة حامل وتأخرت شوي عن المخصوم في عدم وجود مستشفيات عندنا أو مستشفى موجود في الجفتليك إذا في مرأة حامل وتطلع على أريحة أو على نابسة توضع ولاكة مخصوم في الطريق ممكن أنها تضع في السيارة وصارت عدة حالات أنها تضع المرأة في السيارة بتعرف حالة المريض إنه كل دقيقة بتأخرها بتأثر على حياته وعلى صحته. أنا اسمي خالد هندومة من قرية الجفتليك أصلي من الشيخ مونس نائب رئيس مجلس قرى الجفتليك. فيش أصعب منها إنك أنت معاك مريض وحامل وبدك توديه على المستشفى وما بتقدر تعمل إشي إنك تساعده فكل منطقة بتطلع عليها من الجفتليك محاطة إلا تلاقي على طرق مخاصيل. المواطن بده يطلع من هنا لنابلس في مخصوم اللي هو مخصوم الحمراء. المخصوم ممكن الجندي كمزاجي ممكن إنك تروح ما يبكى فيه إشي ممكن يوقفك نص ساعة. هسا إحنا درجات الحرارة عندنا مرتفعة دائما في الأغوار. كهرباء إنه هيكم قاعدين يعني بتصوروا عندنا هاي مزجان ما هو راضي يشتغل أصلا من ضعف الكهرباء. يعني هاي المنطقة اللي ساكنين فيها بعيدة عن مصدر الكهرباء حوالي 2 كيلو 2 كيلو ونص. احنا انولدت انا في الجفتليك. طبعا جفتليك عزيز علي لانه تربيت فيها انا وصغير بس طبعا مش اعز من بلد الاصل اللي هي الشيخ مونس. لحد اليوم انا ما شفت الشيخ مونس بس طبعا ابائي خرفوني عنها. بنحب السلام سواء للشعب الفلسطيني او الشعب الاسرائيلي بس سلام عادل وشامل.